سلام، خلينا نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان. يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا عندنا في شارعنا، شارع الناس الرايقه. احنا ناس رايقه، بيحبوا يضحكوا، بيحبوا يبتسموا، بيحبوا يهزروا، بيغنوا، بيرقصوا، بيرسموا، بيطبخوا، بيعملوا كل الحاجات اللذيذه اللي في الحياه. عندنا النهارده كده زي كل يوم ثلاث بتشرفنا وتنورنا وعملنا الشيخ المحشي. الشيخ المحشي مع منى طرابيشي. منى مينو. هلو منى مينو. حلو قوي الكوليه اللي انت لابساه ده. ده حاجه فانتاستيك. فانتاستيك. ده من دبي؟ من اي حته بقى؟ انت جايباه منين؟ من دبي. ولا ده من الحاجات اللي ورثتيها؟ لا هندي، ده هندي. ما ورثتيهوش ده؟ لا لا لا. ده مش من الورث؟ لا. بس الحلقه والبتاع الذهب ده من الورث؟ ممكن. ما انت ورثك كله الماس وذهب. ايوه طبعا. وياقوت وحاجات كده. عاملين ايه النهارده؟ عاملين النهارده الشيخ المحشي. ايه بقى ده؟ دي اكله سوري شيخ تقليديه. شيخ البلد خلف ولد. خلف ولد من يا فرحته. قلبه انسعد. انشرح. انشرح بخلفته. يا خبتو يا خبتو شيخ البلد. يلا. عامله ايه مع شيخ المحشي؟ عاملين كفته، شوربه كفته ورز ابيض بس كده. لا لا، النهارده السفره ارديحي يعني. لا هي ناقصها سلطه. لو انت ازاي مش عامله سلطه؟ لان الشارع بدون سلطه؟ لا لا لا، هقول لك. شيخ المحشي فيه صوص الزبادي، لازم تدافع عن نفسك. ده يبقى زي السلطه. انت اي حاجه هتعمليها حلوه. يا حلو انت يا عيل. شكرا. منورانا. بعد ما نخلص مع منى مينو هنروح الكلينيك وفقره سريعه مع استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. كمان عندنا النهارده شاب صوته حلو قوي هيطلع يغني النهارده مع فرقتنا، فخليني ارحب النهارده باستاذ عمر فتحي وصديقه محمود اللي بيرسم. منورين يا شباب. هتغني لنا اما براوه صح؟ اه ان شاء الله. انت عندك كام سنه؟ 22. انت بتفكر؟ 22. نهار اسود. عندك كام سنه يا ابني؟ لسه ما تمتش ال 22. 22 يعني؟ 22 اوكي. انت دارس ايه؟ حقوق. حقوق. اهلا وسهلا واهلا بحضرتك استاذ محمود. هنشوف بقى في كمان شويه الرسومات الحلوه اللي انت عاملها. منورنا ومشرفنا، اهلا بيك. طيب النهارده كمان التلات يعني الحاجات التاريخيه، وفي الحاجات التاريخيه يعني سوسو قاعده النهارده متالقه ولسه راجعه من الجيم وعندها الباي والتراي كبروا بسم الله ما شاء الله هترقعوا. تحيه لسوسو يا جدعان. سيدتي الجميلة ممكن تسمحي لي؟ اسمح. ما صدقت. ايه ده؟ طب مش تسألي. مش عارف، مش تسألي تسألي بأي حاجة. هي عاوزة ما صدقت. يلا خلاص احسن خطوتك هتفرقع خلاص وعينيكي قفلت ونغششت. هتكلميني عن مين النهارده يا حاجه؟ نيرون. يا شرف نيرون. مش ده اللي ولع في روما؟ اه. ده كان ايه؟ ده مجنون. انا ماليش دعوه، هي اللي قالت. حتى لو السفاره رفعت عليكي قضيه ولا حاجه. نيرون اللي ميت من 2000 سنه هيرفع عليا قضيه سريه؟ هم قاعدين لنا على الواحده يا حبيبتي. ده بالعكس بيكرهوه، عايزين ينتقموا منه، وانا النهارده هنتقم من نيرون. انا عارفك. منورة. تسلم. اهلا يا استاذة سوسو. سعاد سليمان يعني. عندنا كمان النهارده فاشن شو، وعندنا النهارده انا شفت الحاجات، انا في الغالب ما بشوفش الحاجات بس النهارده شفت الحاجات قبل ما نبتدي تسجيل، حاجات رائعة. والنهارده مشرفانا ومنورانا مصممة الازياء استاذة رضوى سامي. اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا شريف؟ منور الحياة طبعا. والنبي ما اجيلك جنبك هنا اهو. النظارة دي ايه؟ ما فيهاش ازاز زيي؟ زيك. اه دي منظر؟ ما انا عارفة ان انت هتلبس نظارة. طب انا مناخيري وحشة عشان عندي عضلة وعامل زي المرقانة. دي مناخيرك حلوة لابساها ليه؟ عشان ابين مناخيري. لا حلوة قوي، وريني كده. هاتي كده انا خدي نظارتي وامسكي نظارتي. وريني. دي ايه دي؟ دي موضة يعني دي ولا ايه؟ كلوزني كده؟ كلوزني. وايه البتاع اللي مدلدلة منها دي؟ ده حلوة يا شريف؟ ايه؟ حلوة. اه بس غريبة قوي بتاع ايه دي؟ ما هو ده استراسات الماظ يعني. استراسات الماظ؟ حلو عليا؟
بالستر يا جوهر. انت نضارتي بصراحه دي مصري على فكره جميله. اه انت اي حاجه بتلبسها جميله. تاتو ولا ايه؟ خلاص بقى شريف. ده ايه التاتو ده؟ خلاص بقى. ده مين اسم مين؟ ار اس. مين البراند؟ مش تحطي اسم جوزك. حط هو فين؟ ايه ده؟ مراتك حاطه اسم البراند ومش حاطه اسمك على ايديها وانت عادي كده وانت عامل تاتو حاطط ايه؟ اسم البراند برضو؟ برضو؟ ده انتوا عيله كوميرشال. هتورينا ايه النهارده؟ ايه عامله لك فاشن شو كاجوال بس بصي للناس تحفه تحفه؟ اه بصراحه الحاجات تجنن حبيبي يا شريف انت منوراني اهلا وسهلا فرصه سعيده مدام في فاشن شو يبقى بنات الشارع قاعدين ورا في وسط بوكيهات الورد ورد الشارع انا واخواتها هلو تحيه ليهم ايه الحلاوه دي؟ ايه يا بنتي الفروه اللي انت لابساها دي؟ ارحميني بقى تو ماتش حر الدنيا حر ما مش حرانه مش فطانه؟ انا شفت من اوكرانيا ازاي؟ عندنا النهارده احلى غنى واحلى مزازيك مع مزازيك اهلا اهلا يا اساتذه. اه 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 من ساعة لما وائل راح الهانيمون وانتوا بتعملوا تقديما نفسكم وتحية جامدة انتوا ايه ما كنتوش كنتوا عايزين يمشي؟ لا لا ايه ده راجل في شهر العسل عيب عليك حسوا كان مكتفنا عيب عليك لسه ايه؟ حسوا كان مكتفنا بس فعلا احنا بقى وائل مكتفكم؟ وانتوا في حد يعرف يكتفكم؟ وائل طب هتغنوا لنا ايه دلوقتي؟ هنقول على العصاية بقى هنقول بص على الحلاوة اه بص على الحلاوه حلاوه عصايه بقى دي بلدي معايا هنا عصايه النبوت انا عايش ورا هنا عشان لو حد جه ده يدي في الشارع اضربه بيه هنسمع الاغنيه دي وبعد كده ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم في ارسرا مع منى مينو خليكم عندنا في 4 شارع شريف لو سمحتوا مزيكا طول النهار تضحك بتضحك لوحدها الضحك من غير سبب حاجه لطيفه على أيوة فكره أيوة. اللي اخترع وقال الضحك من غير سبب قليل الادب ده شخص معقد نفسي عنده كلاكيع جوه هنا اهو في مخه هو على الواحد يطول ان هو بيضحك اضحكي كده طب انتوا عارفين طب استنوا بس نرحب بمنامين مره تانية انتوا عارفين ان في حاجه اسمها يوجا بالضحك دي اه لا وفي عندنا واحده في مصر المانيه اسمها اوتا اوكي بتعمل سيشنز جلسات يوجا بالضحك اليوجا اللي بالضحك دي بتفيد الناس اللي هم بيكسفوا اللي ما عندهمش ثقه بالنفس اللي هم منغلقين على نفسهم ان هو بيقعدوا في السيشن ويبتدوا يعملوا يبتدوا يضحكوا ففي الاول انت وبعدين انت بتلاقي حد بيضحك بتتعدي منه شوفي انت دلوقتي لما ضحكتي هم الاثنين سخسخوا بس الشباب ما سخسخوش عشان هم مكسوفين فاهم ازاي ممكن كمان شويه يسخنوا ويضحكوا ما مش عارف احنا وحظنا بقى ليه انت عندك كتاب لا بكسف ايه ده لا ما هو واضح اما لو ما كنتش بتتكسفي كنا عملنا ايه يا حاجه دي انت بتتكسفي انت ماشي فاليوجا اللي بتضحك دي انا بشوف انها شيء طبعا الناس هتقول علينا مجانين بس هي اليوجا دي بتخلي الواحد عيشته الطف بتخلي الواحد ذهنه صافي اكتر افندم اقرا بس تقولي لمين انا نفسي اقعد في مكان كله كده يوجا ولا ضحك في ناس بتفتكر ان انا قبل ما بشتغل ببقى شارب حاجه بس هما مش عارفين ان انا ده حاجه ان انا دماغ رباني بالظبط ودي احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعرف يوصل بالزبط. للمرحله ان هو يعمل دماغ رباني من انت بقى عندك ثقه بالنفس وعندك حب للذات وحب للناس موال كبير بس عشان توصلي لده انت لازم تخشي تجارب حياتيه كتيره في حياتك عشان تقدري توصلي لان ذهنك يكون صافي يبقى تحبي ذاتك تعرفي يبقى عندك سلام داخلي والكلام ده كله انتوا منوريني هدف شرفين يا سلام ايه بقى؟ ايه بقى؟ لا بس الكليه حلوه اتفضل هياكل من رقبتك حته اتفضل ومع الروج الاحمر بقى. لازم كل مره اقعد ادلعك كده لازم ما انت كيداهو هم لو يعرفوا يا خوفي هينتحروا يا خوفي ايه بقى السفره فيها ايه لا استني بس قولي اما انا لسه ما هستنى السفره يا سيدي فيها شيخ المحشي او ابلاما او كوسه باللبن ايه الابلاما دي هي ليها كذا اسم ده بقى هي اكله سوريه ابلاما اه
كوسا أبلاما اللي هي أبلما. باللبن الزبادي اولا وبلبن الزبادي. ايه بقول حاجه غلط؟ هنبقى المنتج مش مشكله. انت ما تعرفيش ان أبلاما دي كلمه بايخه؟ لا دي ما اعرفهاش. طب ما تقوليهاش تاني عشان عيب. لا بجد مش هزار. هنبقى المنتج بقى اشيلها يا جاري الحته اللي هي قالتها دي. اوكي أبلاما عادي كده. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليهاش تاني ما دام انا مش عارفه هسكت. هم هيبقوا يقولوا بصي ضحكوا حتى ازاي هم بيضحكوا عليكي. ماشي اوكي ماشي يا شريف. وكفته وشوربه كفته وبس ورز ابيض بس مش هنعمل حاجه. احنا هنعمل الأبلاما بعدين. ده انت قاصده بقى. وهنعمل شوربه الكفته. شوربه الكفته دي اسمها شوربه عين الكتكوت. انت بتقول عليها كده. هي اسمها كده. انا اكلتها في احد مطاعم دبي ومكتوب شوربه كفته عجبتني. هي اسمها عين الكتكوت. اوكي هما ما يعرفوش. هما ما عندهمش كتاكيت في دبي. ما فيش كتاكيت اصلا. هما بياكلوا فراخ وديوك رومي بس. ويقال يا شريف انها كفته من المطبخ الالماني. يقال او جيرمان. يس جود مورجن جود نخت. ده كمان الماني. يلا ماشي. طب قولي بقى المقادير. هنقول مقادير. يعني انت هتعملي صنف واحد؟ اثنين. ايه وايه؟ الابلاما برضه والشوربه. والشوربه. هنبتدي بايه؟ بالابلاما. انتوا كاتبين على المقادير ايه؟ بتاع ده كوسه باللبن الزبادي. مش كاتبين شيخ البلد؟ لا ماشي. ما هي ليها اسامي. شيخ المحشي مش شيخ البلد. يلا بينا. يلا اهو. كيلو كوسه متوسطه الحجم، لحم مفروم معصر، نعناع ناشف وزيت، وصلصة الزبادي، خمسة عبوة زبادي، معلقة كبيرة نشا، معلقة صغيرة ثوم مفروم ناعم، معلقة كبيرة نعناع ناشف، مرقة وملح وفلفل، وللتقلية نص راس ثوم مفروم وحزمة كزبرة خضرة مفروم. في حاجة؟ هتحطي زبادي عكوتة؟ يا سلام. ده ايه العك ده؟ انت ما تعرفهاش دي؟ لا ما اعرفهاش. ما تعرفش سلطة الكوسة بالزبادي؟ ما تعرفش سلطة البتنجان بالزبادي؟ جدي كان قائد طابية؟ جدك انت كان قائد طابية؟ لا اكتر. في ايه؟ ماشي يلا بينا. يلا اول حاجة بجيب الكوسة بتاعتي حجم متوسط كده. هو ده حجم متوسط؟ مش رفيعة ولا تخينة. الحشو بقى اللي فيها فين؟ اهو. بس استخدميه. بس انا بحب حشو الكوسه قوي. لا ما فيهوش رز. ده لحمه مفروم معصر. البذر اللي جواه ده حلو قوي. اللي هو بذر ايه؟ بذر الكوسه. القلب. امال هو فين؟ لا ما ده مش عاوزاه انا دلوقتي. انا بقى ده بحبه مع اللحمه المفرومه. ممكن. انت رميتي؟ لا في البيت. ابي هاتي هبجيبهولكم المره الجايه. بص الكوسه انا مش بقشرها عشان كلها ولا بخليها بقشرها. لو سبتها بقشرها بتجلد. اوكي فيا دوبك ايه بكحتها بتجنزريها. بجنزرها. ما اعرفش دي كلمه جديده عليا بس مش مشكله. انا بس هوري انها بتتكحت كده. وحضرتك بتعرفي تطبخي؟ والله شاطره في الطبيخ. بتطبخي ايه؟ بعمل محشي حلو قوي والله. وبعدين بقورها. مراتك بتطبخ كويس؟ اما انت باين عليك. انا لما باجي اقورها بقى مش بقورها جامد واكحتها زي البتنجان. لا لان الكوسه نص تقويره. القلب بتاعها برضو لطيف. ماشي. انا بحب القلب ده جدا. بجد مع اللحمه المفرومه يتعمل سندوتشات بيبقى حلو. قلب الكوسه بالذات حلو قوي. قلب الكوسه حلو. ايه يا سوسو مش عارفه قلب الكوسه؟ قلب الخصايه انت. عارفه السندوتشات. عندها سندوتشات. انت جعانه. ماشي فهمت. خلاص انا ايه عملت اتنين. هاجي بقى او احشيها لحمه مفرومه مع الصاجه وهحط عليها شويه نعناع ناشف على اللحمه. على اللحمه المفرومه المعصج. وبعدين شويه ملح. الوقت انت هتاكله دلوقتي. الوقت جاي. ملح وفلفل صغيرين وطبعا البهارات والجوز الطيب ده كله بيتحط في اللحم المعصج. هناكلكم ما تقلقوش. هبتدي ايه بقى؟ القعده بالاكل. هحشيها. ايوه احشيها كويس. بس شيل الورقه وال تاني حاجه شيلها لك. اصبري اصبري اصبري. الناس يقولوا علينا ايه؟ حاطين الورقه كده في وشهم والنضاره. ماشي. حلو قوي البلوزه اللي انت لابساها دي. ده فستان. فستان قصير كده؟ فين قصير؟ طب هطلع اوريهم بقى. هطلع اوريهم. اطلع انا مالي اهو.
قول لي جوهري. هو هو جايبك اكتر من كده. ده فستان ولا بلوزه يا جماعه؟ فستان. بلوزه طبعا. بلوزه ونسيت تلبس البنطلون. ما عارفه. طيب ماشي يا شريف. دي صناعه مصريه ولا من دبي؟ لا صناعه مصريه. برافو عليكي كده. لا كده هتبقى فستان. سوسو بتاخد عليكي معلش. هكبسها عشان الحشو ما يخرجش منها. ماشي. مفيش حاجه بتترمي. انا هعمل الاربعه ولا اعمل اتنين كفايه؟ لا اتنين كفايه. اتنين كفايه. خلاص بعدين هولع البوتاجاز بتاعي. انت مش مولعه؟ لا مولعه. ده بياخد وقت؟ اه لا لا لا. انت عارفه ده بالليزر. ده النهارده لذيذ. ليه انا قبل كده كنت بايخ؟ لا لا الذ الذ. انت بتتريق عليا ولا ايه؟ لا طبعا. لا بتتريق عليا. انا هروح. لا اوعى تسيبني. ما انا روحت هتقعد فوق في البيت. لا معلش خليك معايا النهارده. خفتي؟ اه. ماشي. هحط بقى زيت. يا حبيبتي يا حبيبتي إيه يا حبيبتي دي إيه؟ تمسك كده والزيت ينزل من هنا عشان ما يعصعصتي كده اهو. ما تكترش. بتكتر ليه؟ ليه بتمسكوها بالمشقلب؟ مش ليها بسبوز هنا اهو؟ ما عندناش في البيت الحاجات دي بقى. نعمل ايه يعني؟ مش ممكن يا من اميره. اوكي. وهحمر الايه؟ الكفته. ال اسمها ايه دي؟ الكوسه. طيب بس الفستان شكله غالي. يجي عليه نقطة كده ولا نقطة كده؟ نودي للدرايسي. لا ما احنا معانا ديزاين اللي بنقعد ممكن تلبسك. والله؟ دي عاملة حاجات تهبلني. هشوحها كويس قوي كويس قوي 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 يبقى لونها زي دي. أوريك؟ ما هو؟ باينة يعني؟ عشان ما تضيعش الوقت بتاعك. لا خلاص مش مهم. طيب وبعدين بعد ما هشوحها كده وهحطها. أشيلها؟ أيوة. لا عشان تتلسعي تتلسعي تتلسعي. هحطها على البوتاجاز وهحط لها شويه مرقه واسيبها لحد ما تستوي. تستوي. وبعدين بس خلصت. والله بعد كده فين الزبادي؟ هنعمل بقى دلوقتي. هنيجي بقى نعمل ايه يا جماعه؟ صلصه الزبادي. ركزوا معايا اهي. بناخد دي خمس كوبايات زبادي. مش يعني عايزه دول تقريبا نص ده اللي هغرق. وعايزه ده؟ لا. مش عايزه ده. لا عاوزاه بالمرقه. هحط معلقه على خمس كوبايات زبادي معلقه نشا كبيره. ونعناع ناشف. وحبه ثوم كده على مقصهم. على مقصهم. وشويه ملح صغيرين وفلفل. ادي فلفل وادي ملح. اوكي. وهقلبهم كويس قوي وهلحلحهم بشويه مرقه. هتلحلحيهم؟ ماشي. ايه الالفاظ دي؟ معلش كل ده هيتشال في المونتاج اصلا. احنا هنشيل نص الحلقه. ازعل قوي لو اتشال. يعني تطلعي كده تقولي ملحلح؟ اه دي لغه الطباخين ولغه ستات البيوت اللي تفهم في الاكل. ملحلح. تلحلح. ملحلح. لحلحت الزبادي. يا ملحلح انت. لحلحت الزبادي. اه ايه ده سوري انا اسف. هحطه على النار. كل ده انا طالع كده مش تقول لي طيب بص ناحيه سايبني كده طالع للناس بالمنظر ده. وانت مبسوطه ها؟ انت قمر يا شريف في كل حاجه. خلاص اتلحلحت؟ لحلحت. هحطه على النار ياخد غلوه. مين هو؟ الزبادي. فاثناء ذلك هعمل التقليه. اللي هي ايه بقى؟ فين الزيت وديته؟ هو حطيته ورا عشان مضايق المخرج. قاطع على الحاجات. انا عاوزاه. التقليه دي بقى دي اللي مش هقولها. الكوسه ما قشرتش الكوسه كويس قوي. هتشهقلها؟ لا مالهاش شهقه دي. كمان؟ بس كفايه. ماشي. شفتي كده بقى ما نقطتش بره. ماشي يا شيخ. اتعلموها. حاضر. يا ستات مصر. التقليه بتاعتها عباره عن كزبره يعني خضراء وتوم. كزبره خضراء وتوم؟ اه. ماشي. طبعا نجيب معلقه اللي هي حضرتك بتقول عليها. اللي ما بتجرحش لو سمحت. عايزه المرقه؟ اه. برضه. معلش يا شريف. بس لحد ما اخلص. اصل احنا ما عندناش في البيت مرقه، كنت عايزه اخدها فوق. والله؟ اه. مش مشكله بقى. هي ممكن نستخدمها في شوربه الكفته. اه ماشي اوكي. خلاص؟ بس بقى ايه؟ هتروحي بقى حتى ده على ده؟ لا. امال ايه؟ هتشوف. طب قولي دلوقتي عندنا اقول الكوسه متقوره
محشيه لحمه مفرومه مع الصاجه متشوحه في الزيت وعليها شويه مرقه لحد ما تستوي. اوكي. اعمل صلصه الزبادي، حضرتك بقى كوبايات زبادي عليهم ربع معلقه ثوم ونعناع ومعلقه نشا كبيره وحوالي نص كوبايه مرقه ألحلحها بيها. ماشي. بجهز التقليه، راس ثوم عليها حزمه كزبره خضراء وشويه زيت. الثلاث حاجات دول هيوضبوا الطبق بتاعي. بس على بعض؟ اه، يا دوبك يتوم تغلي من الجناب. وبعدين هتحطي بقى التقليه دي على ايه؟ فين الطبق بتاعي؟ اهو اهو، تعالي لي بقى هنا اهو. احط بقى الكوسه بقى هنا. ارصها لك؟ ايوه. طب ما نسيبها في طبق عشان الغرف والمنظر. ايوه، المنظر العام. وبعدين هنزوقها بقى بايه يا جماعه؟ هنزوقها يا اما بالصنوبر. وبلاش ليه؟ احنا هنشتري صنوبر؟ ليه؟ شايفانا اغنية؟ بكام ده كيلو؟ ب 700 جنيه. نو. كام؟ 1900 جنيه. طب انت بنت ترابيشي باشا وعندكم فلوس تجيبوا صنوبر ب 1700 جنيه؟ احنا غلابة. لا ما جبتهوش والله. امال حطيتي ايه؟ جبت لوز وقطعته حتت صغيرة. الصنوبر الكيلو بكام؟ 1900. ليه نازل من الجنة؟ ده ليه؟ استغفر الله العظيم. انا استغفر الله العظيم بجد، اتلهيت امبارح لما بيقول لي كده. قلت له لا، طب 100 جرام، مش عارفه 100 جرام يبقى بكام؟ ولا 100 جرام ولا جرام اصلا، وناكله ليه اصلا؟ ده انا لو جبت حاجه زي كده ازور. اه ها، بس خلاص خلاص. ايه؟ يلا بقى هاتي هاتي خلاص. دي حطها على ايه دي؟ لا لسه اشري. هدلق الصوص ده، صلصه الزبادي على الكوسه المتقوره المحشيه لحمه. طب عايزه ايه؟ ربع كل شويه تقول لي 15 دقيقه 12 دقيقه. حاضر حاضر يا ربع. اسكتوا بقى. وبعدين نحط عليها التقليه؟ اه. وتخش الفرن؟ لا خلاص ناكله؟ اه ماشي. فيري نايس. فين 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 بقى، فين بقى اللوز المحمص هحطه كمان؟ ما هو مش موجود. لا، لا هناك موجود. هاتيه. ماشي. طب بصوا بقى يا جماعه، النهارده عندنا شاب صوته حلو قوي وهيغني اغنيه تجنن بصراحه. بعت لي على الانستجرام، واللي عايز يتواصل معايا نزلوا لي الانستجرام على الشاشه. شريف مدكور تي في، ابعتوا لي عليه اللي انتوا عايزينه، اهو على الشاشه حضراتكم. فالنهارده معانا عمر فتحي، هو صوته حلو قوي وهنديله فرصه ان هو يغني اغنيه من اربع الاغاني اما براوه. بعد كده ناخد فاصل ونرجع نكمل مع منامينو. اوكي يا منامينو؟ اوكي يا استاذ عمر، انت جاهز؟ يلا مزيكا. انت مش ناوي تجيب لنا بقى شويه رنجه؟ فين عزومه الرنجه؟ عم ابراهيم هنا هوت ايه المسؤول عند على الاستوديو، وحرمه المدام بتاعته بتعمل احلى رنجه ممكن تاكلوها في الحياه. واخش بقى جوه الاقيهم عاملين وليمه وجايبين بصل اخضر بقى ورنج، يا خرابي. وطبعا اول ما جيت انا بقى ما كانوش عارفيني بقى، فاتخضوا. لقوني داخل باكل بكل جوارحي وماسك البصله، اوعى العب ايه ده جاي منين ده؟ انت جاهزه؟ يس. شفتي صوته حلو ازاي يا عمر؟ اه. صوتك يجنن، منورني ومشرفني، وميرسي ميرسي انت بعت لنا. طيب هنيجي نشوف اللوحات بتاعتك حالا، بس نشوف الطبق. انت مش عايز تاكل؟ اه ماشي. هتعمل لنا ايه دلوقتي؟ شوربه عين الكتكوت. يلا. الشهيره بشوربه الكفته. هي اسمها شوربه عين الكتكوت. ماشي. يلا. يلا للكفته. نص كيلو لحم مفروم ناعم، نص كوباية بقدونس مفروم، بصلة صغيرة مبشورة، ربع راس توم مفروم، ملح وفلفل بهارات، جوزة الطيب، ومعلقة سمنة كبيرة. وللشوربة مرقة دجاج أو لحمة، بصلة صغيرة مكعبات، معلقة سمنة، حبهان بودرة، نص كوب أرز مغسول، وبقدونس مفروم وليمون. هما لسه بينقوا الرز زي زمان؟ لا. انا فاكر كنا نجيب البتاع كده ونقعد ونعمل كده ونطلع الحاجه اللي حصل. كان العقاب بتاعنا نقي الرز. وعقاب لما انت طلعتي زي الفل. ما كنت بكرهه. هو انت بتحبي حاجه اصلا غير نفسك؟ انانيه. انا انانيه. لا لا، هو انت في منك اتنين اصلا. يلا هغرف لهم لغايه ما انت. يلا طيب. انا هنجيب الاول نبتدي نعمل الكفته، واثناء ما بنعمل الكفته هنعمل الايه؟ البصله بتاعه الشوربه عشان نخلص مع بعض. شوفي مش حاطين الطبق عشان ما اكلش الناس وما ياكلوش. وهنحط عليها فين الحبهان؟ هموتكم. هجيب طبق من هنا.
حبهان وهسيبها لحد بس ايه هصفرها شويه. اوكي يا جماعه بس شوفي الواد بودي شايل الطبق كلها عشان ما اكلش الناس عشان هو ياكل الاكل. شفتي الكفته بقى اللي بتدافي عنه؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ اللحمه المفرومه عجنها ببصله وثوم وبهارات حلوه كده عشان تدي طعم. ريحتها تجنن البتاع. ايه ده انت؟ ايه ده ريحتها حلوه قوي. انا مين؟ الأفلامه. اه دي تتاكل مع رز؟ اه طبعا رز ابيض، والرز بتاعي كمان حلو، بس انا يا جماعه الملح بتاعي دايما خفيف. انت رزك معجن. لا 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 ماشي اوكي. ونحط بقى الصوص ده على الرز صح؟ اه طبعا. يا سلام يا سلام يا ولاد. مش معقول الورقه ظاهره في كل حته هي والنضاره. طب حاضر. احنا عارفين ان كل حاجه عندك سينيه وجابها من دبي بس برضه يعني. عجنت بقى الكفته، همسك بقى ايه الزغنطوطه خالص زي عين الجمل او البندق على قد ما تقدر. طب انت عارفه ان في اطفال كانوا فاكرين عين الجمل ده عين واخدينها من الجبل. والله وسنا العصفور يعني العصافير جبناها وقصينا لسنا وحطيناها. عايزه اقول لك ان انا فكرت ان شوربه عين الكتكوت، عين الكتكوت وسلقناها. معقول؟ النهارده؟ ده انت على نياتك. على دي يعني؟ ده انت على نياتك. بجد؟ لا طبعا. طيب اقول انت طيبه خالص. كورنا الكفته. عملنا كورنا كده دورناها. انت جايه في البرنامج تقولي كورنا؟ لا ده النهارده حاجه لذيذه. لا مش معقوله كده طريقتك دي ابدا. طيب هنحمرها بقى. تعالى يا عمر ثانيه واحده. هنحمرها في السمنه. تعالى جنبي هنا شغلك شويه اهو. ايوه يبقى خلطنا اللحم المفروم مع البصله المفرومه ناعم مع البقدونس مع الثوم مع الملح والفلفل والبهارات وجوز الطيب، وعملناها كور صغيره وهنشوحها في السمن خلاص. وبعدين علشان احضر للشوربه هجيب الحله واحط سمنه وحبهان وبعدين البصل بتاعي ايه اصفره. انا بعد ما حمرت الكفته هسيب دي هحطها على البصل اللي انا بصفره توسو مع الرز المغسول. والمرقه واسيبها لحد ما الرز يستوي وهي تستوي. لما تستوي بقى بحط عليها عصير نص ليمونه واقدمها وازوقها بالبقدونس. وبالهنا والشفا. بس خلصت. دولت اسهل؟ ونسيب الكفته اهي تستوي. اقول تاني؟ يلا كله. انا خلصت. لا بجد؟ اه. اقول تاني؟ يلا قول. يلا. هنفرم حلوة؟ بس هي متوقعة على نفسك توسخي الحاجات دي. نص كيلو لحم مفروم ناعم. هخلطه مع بصلة صغيرة مبشورة مع بقدونس مع معلقة ثوم مفروم ناعم مع ملح فلفل بهارات جوز الطيب، وكورهم كور صغيرة وحمرهم في السمنة. هجيب بقى دي للكفتة. بالنسبة للشوربة هحمر البصلة مش تحمير، هخليها لونها أصفر مع معلقة سمنة وحبهان. وبعدين بعد ما تحمر هضيف عليها الكفتة اللي أنا حمرتها مع الرز المغسول مع المرقة وشوية ملح وفلفل، واسيبها لحد ما تكمل سواها والرز يستوي. وبعدين في الآخر خالص هحط شوية عصير نص ليمونة وأزوقها بالبقدونس. طيب انا والشيف. بصوا بقى احنا معانا عمر. لا محمود. محمود انت دارس ايه؟ انا طالب كليه حقوق. والله انت عندك كام سنه؟ انا عندي 21 ونص كده. طيب انت بترسم حلو قوي. قولي الافلام. انت هنا راسم الزعيم عادل امام صح؟ حبيب قلبنا. وهنا تامر حسني استاذ عادل امام اهو. استنى بقى اهو اهو ورونا كده استاذ عادل امام لو سمحتوا. جميلة الصورة ومعبرة جدا. وصديقي
تامر حسني. تامر حسني حبيب قلبي بقى. اوكي عشان هو ده مين ده؟ انا مش بفهم في بتوع الكوره. ميسي. وميسي ده اللي بيلعب فين؟ برشلونه. برشلونه ماليش في الكوره معلش انا اسف انا اسف انا اسف. وده مين؟ اندرتيكر. ده بتاع ايه؟ مصارعه. مصارعه ده اندرتيكر مصارع. اهو ماشي. دي مارلين مونرو. لا دي عارفها دي عارفها انا بتاع الحاجات دي. مارلين مونرو جميله. شايفين خبي بقى خبي. اخبي ليه؟ انا اخبي الحاجات الحلوه. وده جوني ديب. جوني ديب. وده جوني ديب. اوكي سوسو بتقول لك جميل مش هتعكس الراجل. لا عظيم. ودي مين دي؟ هايل. دي صاحبتك؟ لا مش يعني بس يا ميك اب ارتست. ما هي بلاش عشان ما نعملهاش مشاكل. ومين دي؟ دي ممثله شابه كانت. طيب اسمها ياسمين. ياسمين سمير. لا مش هم. مين دي؟ مين ده؟ رونالدو. كريستيانو رونالدو. انت ما كملتهاش دي؟ لسه ما كملتهاش. احنا عنده قرنين فوق. ماشي. ده رونالدو. تامر حسني رسوماتك حلوه قوي. تسلم. بقول لك ارسمني رسمه كده وهات نحطها هنا اهو. كمل اكل بقى انت منورني. اهلا وسهلا. حلوه اللي هي عاملاها. حلوه جدا. اجيب لك شوربه عين كتكوت. لا لا كده حلوه قوي. كتكوت صعب عليا. لا حرق. شكلك داخله على طمع. كده حلوه قوي. منورانا. فظيعه. ما هو انت بتعملي حاجه وحشه. انا دقتها فظيعه. انت بتعملي حاجه وحشه. كله يا اولاد كله يا اولاد الهنا والشفا. نورتيني منامينو. الله ينورك. I love you. Thank you. طب احنا دلوقتي ناخد فصل بعد الفصل نرجع لكم في الكلينيك مع استاذ الدكتور احمد عوض الله. تكون سوسو اكلت الاكل كده وشربت الشاي وفقت عشان تحكي لنا النهارده قصه نيرو. انفصل يا اولاد. رجعنا لكم مره ثانيه واستاذ دكتور احمد عوض الله مشرفنا النهارده ومنورنا عندنا في الكلينيك. اهلا وسهلا بك يا دكتور. طيب عايزين نعرف كيفيه تنشيط المبيض للسيدات اللي بيعانوا من تكيس المبايض. ايه تمام يعني ايه تكيسات مبيض؟ ايه بقى يعني ايه تكيسات مبيض؟ يعني في اكياس على المبيض. لا عيب. تكيسات مش اكياس. اه ماشي. تكيسات المبيض دي يعني في حويصلات صغيره الحجم. يعني اكياس. لا كيس حاجه وتكيس حاجه. شايف اللمض الصغيره دي؟ اه اللي ورايا. ادي مبيض. اه السطح بتاعه داير داير في لمض بالمنظر. نتوءات. واللمض دي الصغيره لا تتعدى ال 10 مللي. ماشي. اكياس لا يعني بلالين داخل المبيض. فيها حاجات. تقريبا 20% من السيدات اللي بيتمشوا في الشارع عندهم تكيسات على المبيض. 20%؟ وده رقم كبير جدا. وال 20% دول يعني 20 ست. خلينا ناخد الارقام بقى. 20 ست. ال 20 دول فيهم 16 ل 17 بيحصل عندهم تبويض في اوقات معينه. اوكي. ماشي. فاكر الرقم؟ 16 ل 17. وال 16 ل 17 دول بيحملوا لوحدهم وعندهم حاجه اسمها تكيسات على المبيض. اوكي. يبقى ده معناه ان انا ممكن ابقى سيده عندي تكيسات على المبيض وطبيعي خالص انا بحمل لوحدي. وقبل لما اروح ناحيه الطب واللي هيعمله معايا اتاكد ان قناه فالوب سليمه واتاكد ان تحليل جوزي حلو. والا هبدا الطبيب طبعا زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت هيبدا ينشط لي المبيض. او هيقول لي روح اعملي عمليه اسمها عمليه تثقيب المبيض. اللي هي مش محتاجاها الست اللي عندها تكيسات الا في حال وجود ضعف في التبويض. اوكي. خلاص؟ يعني لا تكيسات المبيض ولا تنشيط المبيض احنا محتاجين ان احنا نعمله الا في حال ان يبقى في ضعف في التبويض. واحنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات السابقه ان في حاجه اسمها شرايط متابعه التبويض تعرفني بيحصل امتى. صحيح. التبويض. صحيح. تكيسات المبيض الثلاثة أربعة اللي متبقيين دول فيهم اتنين لثلاثة بقليل من المنشطات. لو أنا وأنت دكاترة نص نص يعني أي كلام هننشط المبيض والسيدة دي هتطلع بويضات. اوكي. لوحدها. اوكي. بمنشطات بجرعات قليلة أو حتى لو احنا نص دكاترة شطار في المجال ده هندخل في الواحد أو اتنين اللي متبقيين هم دول بقى اللي محتاجين ينخفض الوزن، هم دول اللي محتاجين ان هم يعملوا منظار بطن ويعملوا تثقيب للمبيض، هم دول اللي محتاجين اداره محترفه لتحفيز المبيض
هم دول اللي مع الوقت بيبدأ يتعمل لهم الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. لا يجوز عمل منظار بطن لتثقيب المبيض عشان الست دي تبقى بتطلع بويضات في محاولة لحدوث حمل طبيعي إلا لما تكون عملت إيه؟ حاجتين. تحليل سائل منوي عشان اطمن ان الراجل كويس، لانه لو كويس لو مش كويس الست مش هتحمل طبيعي طبعا، يبقى المنظار اوانطه واشعه بالصبغه عشان تتاكد ان قناه فالوب سليمه. لانه لو قناه فالوب مسدوده، طب انا بعمل منظار بطن عشان اثقب المبيض ليه؟ صحيح. القصه دي بقى 99% ما بنمشيش عليها اجرائيا في مصر، وعادة بندخل نعمل منظار وبعدين نكتشف بعد كده هو ان في مشكلة في قناة فالوب او في مشكلة في الحيوانات المنوية. يعني لو مشينا بالسيستم كل حاجة هتبقى سهلة. مفترض. مفروض. مشكورك. نلتقي في القريب العاجل ان شاء الله. بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معنا لو سمحت. خليك واقف كده. فادي هات كرسي. جبت لكم حلويات يا ولاد، سقفوا لي. الله. ميرسي يا فادي، خد واحده كل شبرق نفسك. ايوه كده اهو. ماشي. ازيكم يا ولاد، وحشتوني. عاملين ايه؟ ايه يا مين؟ زهوة. اهلا اهلا اهلا. يلا صفروا بقى واعملوا هيس عشان سوسو تهل. يلا. فين السفافير؟ قولي علينا يا حبيبتي، الجماهير عايزاكي. تعالي. نيرون شرف نيرون. نيرون ايه؟ الجمهور بقولك عايزك تقولي لي نيرون. حاجات ولعي في الشارع زي نيرون. بس الاوبريت اللي اتعمل في الفيلم اسماعيل ياسين ده مش قادر اقولك قد ايه عظيم. مش بس الخفه واللطافه والمزيكا، ده كمان في الشخصية الحقيقية. هو عمل كاركتر للشخصية الحقيقية بشكل مرعب الحقيقة. طب عودي. قعدت. قعدت. اقعدي. قعدت يا ابو. اقعدي. قعدت يا والدي. اقعدي. يلا قولي الكلمتين الحلوين عشان الناس لما هتقولي اسمي هيقعدوا يصوتوا. بس هو ده اللي يهمك في الموضوع. انا باجي عشان كده اصلا. اه. طب امشي انا. لا لا يلا قولي. بلغني يا جمهور السعيد. جمهور 4 شارع شريف. ايوه بقى. عيديها ما خدوهاش. الله. المخرج ما خدهاش، بيقول لك عيديها يا جوهري، عايزين نروح. يلا عيدي. بلغني يا جمهور السعيد جمهور شريف مطر. جمهور شريف مذكور. ذو العقل الرشيد. فين ده؟ ده ارشد عقل انا قابلته في حياتي. اللي هو مفيش رشد اصلا. ده اللي جايب لك حلويات. ماشي. ربنا يستر، ربنا ينتعنا بالسلامه ان شاء الله. نيرون. نيرون من اعجب الشخصيات في التاريخ، وشخصيه يعني هو التاريخ طبعا الناس بتبص له على انه كل اللي مكتوب بين السطور ملائكي بقى وحاجات. لا طبعا، دول بشر وفيهم اخطاء، وفيهم المجنون وفيهم المهووس وفيهم الشاذ وفيهم العبيط وفيهم العبقري وفيهم العظيم. التاريخ كده. نيرون ده من الشخصيات التاريخيه الغريبه، غريبه جدا. قولي غريبه جداً. ما تقوليش حاجه عشان ما حدش يرفع علينا قضيه. قضيه مين؟ واحد مات سنه 68 ميلاديه. 68 ميلاديه. مين هيرفع عليك قضيه؟ نبقى في السيف سايد الايام دي. ايه؟ نبقى في السيف سايد. 68 ميلاديه. وانا اعرف يا اختي بقى بتوع حقوق الانسان ولا حاجه بتوع بره يجوا يقولوا لك بتشتموا في الراجل. خلينا في السيف سايد. مش في كتب يا عم تاريخ قالت الكلام ده واحنا جايبينه من عندنا؟ ما انا بتريق دلوقتي. افهمي بقى الاسقاط اللي بسقطه. ايوه اسقاط ده صح. الاسقاط. الاسقاط ماشي. خليكي معايا، مش بتقولي عليا مخ رشيد؟ ايوه انا عايزه الاسقاط ده كويس قوي. فهو اتولد سنة 37 ميلادية ومات سنة 68 ميلادية. عاش 31 سنة ورى الناس العذاب ألوان. يعني هو مات وهو عنده 31 سنة؟ اه. ده حكم كم سنة ده؟ قليل مش كتير. حكم هو عنده 15 سنة. يعني قعد 16 سنة يحكم وعمل كل البلاوي المتلتلة دي؟ عمل كل الكوارث دول بس ناصح نفس التاريخ برضه.
هو ابوه مات وهو صغير وهو كان نبيل من النبلاء، وامه جوزت الامبراطور كلاديوس. كلاديوس اسمه كلاديوس ابوه. انت عارفه كلاديوس ده اللي كان مانع الجواز، ده اللي كان ايام فالنتاين. ده اكتر في الاسماء بتتكرر في يعني بطليموس، هتلاقي بطليموس الاول والثاني والثالث والعاشر، هتلاقي 7 كليوباترا، هتلاقي 15 كلاديوس. اصل انت عارفه اللي موت فالنتاين اللي كان بيجوز الناس اللي كان الامبراطور كلاديوس مانع الجواز فعشان يجن الناس كلها تخش. بس اي كلاديوس فيهم ده بقى موضوع نتكلم فيه بعدين. كملي يعني. يبقى في الفالنتاين نقولها ان شاء الله. فالست يعني اقنعته، هو كلاديوس ده كان عنده ابن وبس نيرون الاكبر، هي اقنعته ان هو يخلي ابنها هو الامبراطور بعد ما هو يموت، وهو استجاب للمساله. لكن مجلس حكماء قالوا له يعني ما ينفعش يعني ان انت تجيب ابن بالتبني او ابن زوجتك وتحطه امبراطور بدالك، فقرر ان هو يرجع في كلامه، فقررت ان هي اتخلص عليه وقتلته وحطت له السم في الوكل. بجته؟ لا، حطت له السم في الوكل. كان بجته وخلصتنا. الراجل مات واتعين نيرون امبراطور على روما. يبقى مين اللي مات؟ استني، هما يجوا عشان دوم حلويات. مين اللي مراته سميته؟ لا كلاديوس. اعمل فيكوا ايه؟ فاتحيني في كل حته. نيرون ده اللي حرق روما. ابوه كلاديوس، الامه صح؟ لا هو مش ابوه. مش ابوه، اهو الراجل هناك فارس ده مفتح. برافو عليك. يعني كلاديوس يقرب ايه نيرون؟ نعم؟ كلاديوس يقرب ايه نيرون؟ جوز امه؟ صح. جوز امه. بالظبط كده. صح كده. طبعا هو اول ما بقى امبراطور لا امه هي اللي بتحكم وهي اللي بتمشي كل الامور. الست كانت متسلطه جدا ومسيطره، فحب يتخلص منها ما عرفش حد يعني، واتفقت مع القائد بتاع الجيش ان هو يقتل ابنها وهي تتولى حسبما يعني وشى بيها احد اصدقاء نيرون، وهي كانت بريئه من الوشايه دي، وراح علشان يقبض على امه وطلعت بريئه، فسابها شويه وبعدين غرقها في البحر فنجت، فبعت لها حد صاحبه قتلها. نيرون؟ نيرون قتل امه؟ بعد ما قتل امه حب واحده، فقرر ان هو يقتل مراته اللي هي اوكتافيا، فقتل اوكتافيا. قتل امه ومراته، وبعدين قتل حبيبته، وبعدين قتل المعلم بتاعه سينيكا، وبعدين المعلم بتاعه اسمه ايه؟ المعلم بتاعه اسمه ايه؟ سينيكا. سينيكا؟ سينيكا، المعلم سينيكا ده مشهور جدا على فكره. مش احد الفلاسفه العظام على فكره. عمرنا ما سمعنا عنه. معلش اديك سمعت. انت عارفاه يا زهوة؟ حضرتك عارفاه؟ وانا مش عارف مين. طيب بودي اعرفه هو بقى. استني دقيقه واحده، معلش اسف للمقاطعه، ثانيه واحده. انت لسه تعبان بجد؟ طب ايه اقول لك وصفه اللي قلتها لك في الفصل؟ الوصفه اللي قلتها لك بقى خلاص. كملي يا سوسو. سينيكا نيرون. نيرون كان يعني شخص مجنون وعنده أمراض نفسية كتيرة جدا. أولا كان بينزل مع العامة ويلبس لبس قطاع الطرق ويعتدي على الناس في الشوارع على أنه قاطع طريق. كان غاوي تمثيل ويدخل يمثل في المسرحيات ولازم ياخد جوائز، ولجنة التحكيم ما تقدرش تقول له حاجة. كان متخيل نفسه عازف قيثارة ملوش زي، وهو طبعا كان عازف سيء جدا. كان بيكتب أشعار وطبعا أشعاره سيئة جدا. هو كان شخص غريب ومتناقض. حرق روما ليه؟ هو بقى خطر على باله أن يهدمها من أولها عشان يبنيها من أول، وبدل ما اسمها روما تبقى اسمها نيرون بوليس، يعني مدينة نيرون، ما يبقاش اسمها روما بقى، اسمها مدينة نيرون. فقرر ان هو يحرقها. هي كانت 14 حي، حرق منهم 10 احياء، وهو قاعد على برج كبير جدا ماسك القيثارة وبيغني اشعار هيميروس اللي كتبها في حرب ترواده، لحد ما اتحرقت
تقريبا 10 احياء من 14 حي اتحرقوا، ده غير كميه الضحايا والناس اللي بتتفحم، وكلما تزيد اصوات وصراخات الناس هو كان بيبقى مبسوط جدا وينتشي. لا هو مش طبيعي، ده عنده ساديزم. الحريق استمرت اسبوع، روما بتولع بكاملها. في الاخر خالص هو دلوقتي الناس عايزه تحاكم الحرق روما، فهو عمل عملة الحقيقة يعني تعتبر سب في جبين التاريخ، إن هو قال إنه المسيحيين هم اللي حرقوا روما، وابتدى يضطهد فيهم ويقتص منهم على اعتبار إن هم اللي حرقوا روما، عايز يدبسهم يعني. طبعا ومارس ضدهم كل أنواع التعذيب البشع، لحد ما مجلس حكماء قرروا ان هم يقتلوه، وبدا يبقى فيه وعي عند الشعب ان هذا الرجل هو سبب المصائب وسبب الخرائب اللي حصلت في روما، فقرروا ان هم يقتلوه، وبداوا يعني يحاصروه في قصره ويحاصروه في اي محاوله يخرج منها. هو اضطر ان هو ينتحر في الاخر سنه 68. انتحر ازاي؟ انتحر. عمل ايه؟ أكيد عمل حاجة مش طبيعية. شنق نفسه كان يولع في نفسه زي ما ولع في روما. لا هو شنق نفسه في الآخر. على فكرة هو أكبر المعلم بتاعه إنه يشنق نفسه بنفسه. يعني شوف. ده مش طبيعي. شوف الجبروت إنه هو مش قتله، لا قال له أنت اللي هتقف. ده شكله كان بيلعب اللعبة اللي هي بتاعت الحوت الأزرق دي ولا اسمها إيه؟ ما كانوش اخترعوها لسه. ما هو شكله هو اللي اخترعها. في عندنا صور ليه. صوره نسيتها. في صور ليه وفي صور بالعملة بتاعته في عصره يعني. هو ده نيرون؟ هو ده نيرون. ده شبهي. هاري اسود. طب خدوا بالكم الاستوديو يا جماعة. وفي عملة. اللي بعدها ده العملة؟ دي العملة بتاعته. ورونا اللي بعدها. وده حريق روما. بس دي صورة مرسومة طبعا لأن ما كانش في تصوير. طبعا أكيد يعني. واللي بعدها؟ ودي حريق روما، جزء من حريق روما. ماشي. ميرسي يا سوسو. العفو. ثانك يو، وي لاف يو. حيو سوسو يا اولاد. ابودي. عايز ايه؟ بقول له ابودي. ابودي ماله ابودي؟ ابودي اسمه بودي مش ابودي. عايزه تعرفي العله اللي فيه؟ لا لا لا، انا عايزه اعرف رايه في اللي انا قلته. حرام. انت تعبان؟ معلش اعمل بس الوصفه اللي قلت لك عليها هتخف. طيب. طب انا بشكر سكان شريف اللي ورا الكاميرا، الناس الحبايب اللي بيشرفوني ينوروني في الفقرات الثقافيه اللي احنا بنشوفها بناخدها بطريقه سهله وبسيطه، وانا النهارده هجيب لهم كلهم حلويات عشان جم يشتركوا معايا. ميرسي يا اولاد، حيوا نفسكم يا اولاد. طيب احنا دلوقتي هنسمع اغنيه جميل جمال الراحل فريد الأطرش، بقى كده نرجع لكم. وعندنا النهارده مصممة الأزياء رضوى سامي مشرفانا ومنورانا وعاملة فاشن شو جبار. جاهزين؟ مزيكا.
الله 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 الله. النهارده رضوى سامي مصممه الازياء اللي معانا عملت لنا اجواء حلوه قوي وحسيت لسه كنا بنتكلم على نيرون وايطاليا وكده وحسيت ان انا دلوقتي قاعد في الشارع في ايطاليا بتفرج على فاشن شوف ايطاليا حبيبي منوره. الله يحبك. هو في حاجه طلياني في 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 الفاشن؟ انا حاسه ان انا الكولكشن ده كله متاثره باللوك الايطالي ما اعرفش ليه. باللوك الايطالي الميديفال ايجز زي ما بنقول في العصور الوسطى. ايوه وبعدين بقى لي فتره عماله بتابع الكات ووكس بتاعت ايطاليا في الفترات الاخيره دي فتلاقيني وانا بصمم اتاثرت بيهم غصب عني. أوكي. ما اعرفش ليه حاجات حلوه قوي. حبيبي يا منوره ميرسي. احكي لي بقى الخامات اللي انت مستخدماها دي ايه؟ طبعا الخامات الشتوي كل الماتيريال الثقيله زي الجلد انا بحب الجلود الطبيعيه غير انها جلود طبيعيه بحب ابطنها كمان. أوكي. والصوفات بكل انواعها والجبردينات اللي واخده صوف برضو والجوخ الايطالي. جوخ ايطالي؟ جوخ ايطالي. ما عندكيش قماش مصري؟ يا ريت. في لا في بقول لك ايه على فكره والله يا لا 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 هاخدك اوديكي هيريحونا هاخدك من ايدك اوديكي اوريكي القماشه المصري الحلوه فين. طب ورديني. ده مليانه قماشه مصري حلوه يا السادة. يا ريتهم هم اللي بيعملوا يا شريف. انا عارفه القماشه الشرقيه اللي انت بتتكلم عنها دي. لا غير الشرقيه في حاجات ساده حلوه اسمعي كلامي. طب خلاص يلا نروح مع بعض. وفي جلد مصري يجنن. ايوه الجلد الطبيعي المصري تحفه. مفيش احسن طبعا ده مفيش كلام فيه. انا فعلا مستخدمه الجلود الطبيعيه مصري. بس سيبك انت كولكشن تجنن. الله يخليك بتعقد. هنشوف فاصل وبعد أوكي. فاصل نرجع نكمل الكولكشن. يلا بينا فاصل نرجع لكم خليكم على الاطلاع. مين اللي اخترع ان الموديل لازم تبقى مكشره؟ فعلا. ليه؟ ما اعرفش بس بحس انها واقعيه كده انها تبقى مكشره. انا ما اعرفش اتصور غير وانا مكشره. ما اعرفش اضحك. انا لو ضحكت ازعل والله. لو ضحكت تلاقي ما هو زي القمر اهو. لو ضحكت في الصوره ده انا بقول اقول لي ايره مثلا والبنات ايه ما تضحكوا يعني بروفيشنال يعني مش لا فعلا مش صح. وبالذات بقى في لما يبقى في فاشن شو رجالي وعندنا بقى في مصر المودلز الرجاله بيتقمصوا الدور جدا. ما هم اصلا شكلهم كده من غير ما يتقمصوا. يديك الوش الجبس يطنح كده في وشك تبقي مش عايزه تشوفي اللي هو لابسه. ما تضحكوا عادي ما الناس البشر بيضحكوا عادي يعني طبيعي. ما علينا بنرحب مره ثانيه برضوى سامي اللي مشرفانا النهارده ومنورانا وعامله كولكشن حلو. بقول لك ايه الجلد مع الشيفون حاجه لطيفه جدا. اول مره اشوف التركيبه دي. ما هو برضو ده انا اتعلمته من الفاشن الايطالي. اوكي. هما بتلاقيهم مدخلين ماتيريال تقيله في ماتيريال خفيفه كده بيعملوا حاجات انت ما تتخيلهاش. فبقول لك انا غصب عني كده لقيتني بعمل الحاجات دي زي ما هما بيعملوا. وانت بقى البتاع اللي انت لابسه ده برضو ديزاين بتاعي. ده جلد والقماشه دي اللي عليها ناس في الكشمير. ده جلد مطرز بسرمة. ده مطرز على الجلد؟ جلد مطرز بسرمة. هو دي بدعه ولا دلدله من النضاره دي مش عامله لك؟ دي فظيعه. دي عامله لي موت حلو قوي. شفتي يا منى منو؟ لابسه النضاره مدلدل منها الماز. انا تخيلت دي فظيعه. انت بتغاظ مني اصلا ما انت شفتني. انا بتغاظ منك طبعا. اول مره الاقي حد لابس نضاره من غير عدسات غيري.
لا ده انا لابسها لك مخصوص عشان انا عارفه ان انت بتحب كده اصلا. ايوه طب انا بداري الديفو اللي في مناخيري يا شريف. ما مالها مناخيرك؟ ما هي جميله هي شريف، عامله زي المنقار. لا دي جميله خالص حبيبتي، دي جميله. مين؟ ايوه ايوه مناخير دي انف العظماء. انف العظماء وبيقول لك الجبهه العريضه دي. شكل الجمجمه ليه شكل معين كده. بيدلعوني بيدلعوني. طيب قولي الناس تتواصل معاكي ازاي؟ عن طريق الفيسبوك رضوى سامي فاشن ديزاينر، سواء بيج او جروب، والويب سايت بتاعي برضو www.radwasami.com، وفي الانستغرام رضوى سامي فاشن ديزاينر برضو. ورضوى سامي بقى دي تتكتب ازاي؟ RADWASAMI. مش MY؟ لا MI. ماشي رضوى سامي، سامي اخرها اي مش واي. فاشن ديزاينر. انت بتصدري؟ بجد؟ وتودي فين حاجتك بقى؟ حاليا الحمد لله انا بقى عندي لينكات كتير يعني. والله تلاقيهم بيحبوا الحاجات دي قوي. بس على فكره اتعرف برضو من الناس اللي عايشين بره، يعني من المصريين او من العرب اللي عايشين في اوروبا بره. اوكي. يعني كذا حد يقول لي انا لبست حاجه مثلا ونزلت بيها واتقلت. انطلبت مني. أوكي. زي برضو المودلز هم روس فبيعجبهم قوي الحاجه وبيقولوا لبعض. طب قولي انت بتصنعي عندك ورشه بتصنعي؟ عندي مصنع بتاعي. والله في القاهره ولا فين؟ لا في اسكندريه وفي دمنهور. انت جايه من اسكندريه؟ من دمنهور. انا النهارده كمان كنت في دمنهور. بجد؟ ايه ده انا ما اعرفش المعلومه دي. ازاي يعني يا شريف؟ وانا اسالك نفس السؤال قبل كده يا شريف؟ دي سادس مره اسالك نفس السؤال. يعني ده احنا بنتكلم وبنتناقش. ده المتخلف ده. كل مره اسالك نفس السؤال يلا مش وانت تقولي لي كده. وانا بجاوب يعني قبل كده خمس مرات استضفتك اقول لك انت من دمنهور، تقولي لي انا جاي لك من دمنهور. اقول لك ايه ده بجد؟ كل مره اقول لك طب ده كده شكلي زهقان. انا اتعودت اصلا يعني اللي هو انا محضره راح اقول ايه. ده معناه ايه يا مانا مينو يا سوس؟ سني حبيبي معلش. 46 سنة؟ يا قلبي. وانت برضه وانت فوق ال 50. ما هذا هايمر يا باشا. لا والله مش بالسن. ايوه قالت لك مش بالسن. طب الموديل انتوا جاهزين؟ جاهزة؟ جاهزة لبستوا حتى كده؟ ولا مش ايه؟ انا مش ايه كلام عربي ازاي؟ ار يو ريدي؟ وفين ايرا؟ لسه مش ريدي؟ هتبتدوا من غيرها؟ لا هستناها. طب تيجي نشوف الجزء الاخير؟ يلا يلا نشوف الجزء الاخير من الفاشن شو. مزيكا. حلوة قوي، انت شرفتيني نورتيني وحاجات حلوة وكل كولكشن مش طيب. الله يخليك. مبروك الاول على السيزون الجديد. ميرسي. بجد الديكور فظيع والمكان فظيع، بتحس براحة نفسية وبتحس ان انت قاعد بجد في شارع. واو يعني بيرجعني كده
جو فنانين كده حاجه واو. يا رب دايما موفق يا شريف، يا رب انت تستاهل كل شيء. ميرسي جدا رضوى سامي، شرفتينا نورتينا. ميرسي حبيبي كتر خيرك. تحياتي لاهل دمنهو، باي. نورتيني، ميرسي. شكرا شكرا، وبشكر طبعا منامينو على الاكل الحلو. العفو. ميرسي يا كمان يا سوسو. واستاذ عمر فتحي صوتك حلو قوي، اتشرفت بيك. ومحمود الرسم بتاعك يجنن، شرفتيني نورتيني، اهلا وسهلا بيكم. ماذا سي بتصفر ليه؟ بتجرب ايه؟ او بتصفر لسوسو ممكن عشان بتصفر لسوسو؟ انت بتعكسها قدامي؟ هنختم ب يلا بينا بنشيل يوم الثلاث؟ يلا يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، ونختم تحت الشباك. شكرا ليكم، باي باي. مزيكا.